اهلا بيكم في قناة فيفو ارت. النهاردة هنعمل سوا وصفة جديدة، وصفة نباتي صيامي وفي نفس الوقت كمان تنفع دايت، مكتملة كل الجوانب الغذائية، فيها النشويات الكربوهيدرات، فيها كمان البروتين. وصفتنا النهاردة هي كشري الفول. لو انت اول مرة لسه تشوفي القناة بتاعتي، ما تنسيش تدعميني بلايك وسبسكرايب، تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وياريت تعملوا شير لو الفيديو عجبكم. يلا نبدأ المكونات مع بعض. أول حاجة هنجيب بصلة كبيرة ونقطعها، ومع معلقة زيت، ونحطهم على النار ونبدأ نحمرهم كويس جدا. احنا عايزين البصلة تبقى حمراء زي الصيادية، زي رز الصيادية بالظبط. نشوف مع بعض باقي المكونات، ونسيب البصل دلوقتي على النار. هنحتاج كمان فول، فول اخضر، احنا طبعا مفرزينه مخزنينه لان ده مش الموسم بتاعه، لكن لو هتعملي طبعا الوصفة بتاعتنا في موسم الفول الاخضر او الفول الحراتي هيبقى اجمل طبعا. زي ما انتم شايفين احنا فكينا الفول من الكيسة بتاعته، ممكن ابقى اوريكم طريقة التفريز بتاعته بعد كده في فيديو تاني. وهنحتاج كمان معاه ملح وكمون حسب الرغبة، وطبعا هنكون مجهزين الرز ونبدأ ننقيه ونغسله كويس وننقعه في مية، علشان كمان الناس اللي بتعمل دايت ينزل النشا اللي فيه فيبقى قليل في السعرات الحرارية. اللي حابب طبعا يسيبه كده من غير نقيع، ده حاجة ترجع لكم. هنكمل تاني بقى مع البصل اللي احنا حطيناه في الحلة مع معلقة زيت. هنفضل نقلب كويس علشان خاطر ما يتحرقش من الأطراف، احنا عايزين كله لون واحد، فهنقلبه كويس جدا لحد ما يدينا اللون زي لون البصل واحنا بنعمل رز صيادية بالظبط. طبعا في طريقة تانية غير الطريقة دي، ان انت بتقلي بصلة بس كده، بتشوحيها في معلقة الزيت وتنزلي عليها على طول بالطماطم. بس احنا انا جربت طريقتين بس، دي الطريقة يعني الاطعم وبتدي طعم جميل خصوصا في الصيام. تمام، احنا كده البصلة اتحمرت معانا زي ما انتوا شايفين، ده اللون اللي احنا عايزينه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل على طول بالفول على التقلية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، وكوباية مية، وهنحطها على الخليط بتاعنا والملح والكمون، ونقلبهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنسيب الخليط بتاعنا على النار لحد ما يبدأ الفولة تخش في السوى، بحيث انها لما ننزل الرز عليها تاخد سوى الرز. دلوقتي انا سبت الفول لحد ما دخل في السوى وحطيت الرز عليه، يعني بل هو داخل في السوى ياخد يدوبك سوى الرز هاي على طول. تمام، زي ما انتوا شايفين احنا كده حطينا الرز، وهنسيبه على نار عالية لحد ما يغلي غلوتين، وبعد كده نوطي النار علشان يتردد وما يتحرقش الأرضية. وده كشري الفول بتاعنا بعد ما استوى. وصفتنا النهاردة كانت كشري الفول، وصفة متكاملة. لو حطيتي معاها خضرة سواء جرجير، خس، سريس، معاها مخلل، سلطة بابا غنوج، وصفة سريعة وتبقى سهلة على الست العاملة. كمان وصفة متكاملة القيم الغذائية، فيها الكربوهيدرات، فيها البروتين. يا رب تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم، ما تنسوناش في اللايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا شير، وهسيب لكم في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف مجموعة من الاكلات والوصفات الصيامي السريعة والنباتية، وكمان تنفع دايت. ويا رب تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم، كشري الفول وصفة سريعة وجميلة، أحلى أكلة في الصيام، متكاملة القيم الغذائية. وما تنسوش تسيبوا لي تعليق لو الوصفة عجبتكم وقولوا لي رأيكم، وأشوفكم في وصفة تانية جديدة قريب. باي باي.